الإلكتروني، ولكن بتركيز في نهاية الحديث عن إدارة التغيير، لأنه زي ما كلكم مريتوا بالفترة بتاعت 3 شهور اللي فاتت، الجائحة حقت كورونا غيرت الأوضاع في كل العالم، واضطرتنا نحن كمدرسين ندخل في عملية التعليم عن بعد، استخدام التعلم الإلكتروني يعني زي ما بيقول على حين غرة. ولكن يبدو أن الموضوع سيكون مستمر لفترة، ولذلك يجب الاستعداد. حتى الناس بدوا يتكلموا عن أنه ما في حاجة اسمها ما بعد الكورونا، بيتحدثوا عن ما بعد التحكم، ما بعد احتواء، ولكن هي يبدو أنها ستظل معنا لفترة شوية، وعليه يجب أن نجهز حالنا كجامعات وكأكاديميين للتعامل مع هذا الأمر والدخول في موضوع التعلم الإلكتروني. للدخول في موضوع التعلم الإلكتروني طبعا ينبغي الإعداد والإعداد الجيد والتخطيط، وأهم من ذلك كله هو عملية كيف سيدار هذا التغيير. إدارة التغيير من الجوانب المهمة، ولذلك أنا الحديث بتاعي أجندته يعني فيها الجانب الأول، هعمل تعريف للتعليم الإلكتروني أو التعلم الإلكتروني، وأمر سريع على أدواته وآلياته وطريقة الاستفادة منه كتعليم إلكتروني. دي اللي أنا هأمر عليهم سريع، لأنه أنا متأكد خلال ندوتكم هذه سيتم التطرق للجوانب دي نفسها مرات ومرات، ولكن لازم أنا كفي بداية حديثي أمر عليها، يمكن يأخذ مني تلت الوقت أو يمكن نصف الوقت، وبعد كده أمشي لموضوع إدارة التغيير.